الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إزيكم وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا رب تعود علينا وعليكم الأيام بالخير والصحة والعافية والبركة. مناسبة عيد الأضحى المبارك مناسبة جيدة لتقديم الأمنيات للشباب السوداني وتبشيرهم بإن شاء الله بأنه يوم بكرة دائما أجمل والأحلام كبيرة والآمال عريضة، وإن شاء الله يا رب تتوافر كل عناصر صناعة المستقبل الجيد للشباب السوداني، لأنه بشوف أنه هو بيستحق أكثر وأكثر. ختاما أمنيتي لكل شاب سوداني، أبقى عشرة على حلمك وأبقى عشرة على يوم باكر. السلام عليكم شباب وكل الأمة الإسلامية السودانية، كل سنة وانتم طيبين. وبحب أهني الأمة الإسلامية السودانية بحلول عيد الأضحى المبارك. كل الناس اللي بتطمح لأنها تبقى حاجة، اجتهد وثابر وكافح، وإن شاء الله حتنول الرضا وتنيل ما يرضيك أنت في الأول في ذاتك وشخصيتك. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يهنيكم جميعا، وإن شاء الله نسمع عنكم كل خير. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، خالص المودة والتقدير لكم كلكم في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله تأمين والأمين بالتوفيق وبالزيادة وبالعافية وبالسعادة وبالسترة وبالخير الوفير ان شاء الله. حب بإنسانية، صاحب بإنسانية، ذاكر واجتهد واشتغل حتى مع ناس بيتكم، خليك إنساني في المقام الأول. إن شاء الله كده تحفنا الإنسانية من كل الجوانب، نكون رهاف وظريفين وحلوين وناجحين كلنا مع بعض عشاننا وعشان البلاد والعباد. وعلم نفسك ما تحتار، صدق كل ما معقول، خلي المنطق برا حسابك، ولازم تؤمن بالمجهول. ياما كثير في الدنيا انتصروا، ياما كثير في الدنيا انتصروا، عادي بتحصل لكم زول. كل سنة وانتم طيبين وكل الشعب السوداني ان شاء الله طيب. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عود علينا باليمن والبركات ويلقانا كلنا تأمين والأمين. معاكم كابتن راي عبد العاطي نادي المريخ. عندي رسالة لشباب السودان إنهم يخلي بالهم على نفسهم ويجتهدوا في حياتهم، وكلنا يعني اجتهدنا في حياتنا يعني، والحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا المرحلة دي. وبتمنى للشباب كلهم يعني اجتهدوا يعني في حياتهم عشان بلدنا كمان. شكرا جزيلا.